مدينة الرس سنة 2013. يعطيك العافية يا عمو. يعافيك يا عم. شلونه؟ الحمد لله. شو عمو شايفك صح معك السحارة؟ وين احكي لي عمو وين رايح شو عم تشتغل؟ والله يا عم عم بلمنا إلى عشان أعيش أمي وأخواتي. طيب عمو ما في حد من أكبر منك بيشتغل؟ ما في. أبوك؟ أبوي استشهد بالصاروخ. استشهد؟ الله يرحمه. تعيش يا عم. طيب عمو انت هاي الشغلة عم تطلع منها ربع شيء عم شو عمو شو حلم طالع؟ عم طالع 100 150 200 لهيك للحد 200. ماشي الشغل معك عمو؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طيب عمو احكي لي عمو شو الوضع بالرسة شلون عايشين دبي؟ والله عايشين لا اكل لا شرب لا مي لا كهرب لا غاز، عايشين كل نهار ضرب على الدقيقة كل نهار. بيجي الطيران بضربونه بس نحن طمرناها عالدقيقة بالطيران بالمدافع بالدبابات. كل هذا القصف على الرستان؟ كل القصف على الرستان كلها. طيب عمو القصف متواصل على الرستان. الحياة سيئة. انتو شو بتحبوا تطلبوا شو متطلباتكم؟ متطلباتنا ينقلب الشهر الجحش الله لا يوفقه. آمين آمين. يعطيك العافية عمو. الله يعافيك. مدينة الرسان 23/10/2013 المعاناة الإنسانية بس الحصار خانق على المدينة. حسبنا الله ونعم الوكيل.